هاي 3D printing تكنولوجيا جديدة رح تصير أساسية كل ما تقدم الوقت، لدرجة في ناس بيعتبروا أنه رح تكون بأهمية الإنترنت. 3D printing أو طباعة بالأبعاد 3 مهم لطباعة السيارات، فصانعي أفلام جيمس بوند طبعوا سيارة أستون مارتن دي بي 5 بفيلم سكاي فول لا تتكسر بأحد مشاهد الفيلم. الصناعة الطبية هي من أهم الأسواق يلي بتعتمد على 3D printing لطباعة العظام الاصطناعية والتركيبة. هالتكنولوجيا مفيدة كمان لطباعة نسخة طبق الأصل عن أي ورم بجسم ليعرفوا الدكاترة كيف يعالجوها. نازا والباحثين بواشنطن ستيت يونيفرسيتي عم بيحضروا 3D printing من غبرة القمر، علماً أنه 3D printing مهم كتير لرواد الفضاء لأنه بيصير فيهم هيك ينجوا حيلا قطعة صغيرة عايزينها من وراء 3D printing بقلب السبيس شاتل. 3D printing مهم كمان بحال كانت خدمات البريد بطيئة، هيك فيكن بس تبعتوا للشخص التاني بالإيميل النسخة وهو بيطبع عنده 3D. مين قال 3D printing قادر يطبع المستحيل؟ أنا قال. شوفكم بكرة.